السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 5 دقايق كده بس دردشة عشان الناس تبقى شايفة بعينيها موضوع الإقفال اللي اتصدم في عملية رفع التصميم اللي هي الشاكل أو بيسموها الشواكل الإقفال. تمام. ده نوع عندي نوعين أساسيين من الشواكل، يا إما بو شكل يا إما دي شكل. بو شكل اللي هو الأنكر شكل، اللي هو واخد شكل حلقة كده زي ما احنا شايفين، حاجة مكعبرة كده. دي شكل اللي هو التشين، واخد حلقة السلسلة، يبقى ده حلقة بلق مكعبرة، انما ده شبه سنة السلسلة او فتحة السلسلة التشين، عشان كده بيسموه تشين شكل. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق ان ده ممكن تحمله على زوايا، يا اما اللاين يا اما على زوايا. طبعا الزوايا بتختلف القدرة، هقولها بعدين. انما ده دي شكل فقط انلاين، الحين لازم يبقى كده، ما ينفعش يبقى على زاوية، يعني ما ينفعش استخدم فيه اكتر من واير، هو واير واحد كده ان لاين. تمام. اكتر من كده ممنوع. تمام. انما البو شكل هو اللي بيتيح لك النقطه دي، انك تحمله على زوايا. ممكن تلاقي الحمل كده وجايب لك واير من هنا وواير من هنا، يبقى فيه زوايا. طيب الزوايا طبعا ده قلنا ده النوعين الاساسيين اللي هو بو شكل او دي شكل. كل نوع بقى من جواه بيبقى بيتقسم لاتنين نوع، يا اما تو بارت زي ما احنا شايفين المسمار بيلت ان سكرو، اهو السكرو نفسه مبني جوه اهو في قلب الحلقه، في قلب الشولدر، في قلب الكتف بتاعه، في قلب الرنج بتاعته. تمام. او فور بارت اللي هو مسمار بصاموله بتيله وبلس للبطل، يبقى دي كده فور بارت، يبقى يا تو بارت يا بادي والمسمار بيلت ان سكرو، يا اما فور بارت البادي والمسمار والصاموله والتيله بتاعته. تمام. ادي الفرق بين الانواع والاستخدام بين البو شكل وبين الدي شكل. طيب ايه اللي يهمك في ده؟ شهاده معايره مصنع، شهاده معايره، شهاده معايره فيها كل حاجه، المنشأ والكوتر بتاعه، الماتيريال، الدبليو ال ال، وتلاقي الدبليو ال ماركت ده لازم يكون مكتوب عليه دبليو ال ال كام؟ 8.5 طن. طبعا الدبليو ال ال ده زي ما قلنا ان لاين لحد اقصى 5 درجات، هعمل على زوايا لحد زاويه 45 بتقلل 30% من قدره الواير. ازاي ديت؟ يعني مثلا ده 8.5، 30% هنبقى لي 70، يبقى اضرب في 7 واقسم على 10. تمام. يديني بقى القدره الجديده. طيب لحد زاويه 90، 90 درجه، لو الواير على زاويه 90 درجه بتقلل 50% من قدره الواير، يعني كام؟ يعني 8.5 اضرب في 5 واقسم على 10. طب اكتر من 90 غير مرغوب، ولو انت مضطر اتكلم بقى المصنع تحت اشراف الشخص، تحت اشراف الشخص المختص. تمام كده موضوع الزوايا وموضوع ان ال WLL يكون ماركت فيه والكلام ده كله. طب امتى ارفضه؟ الرفض مفيش شهادات معايره، الماركينج بتاعه مش باين، بتلاقي بيرنج تاكل بسبب الاستخدام، يا اما تاكل هنا على المسمار يا اما تاكل هنا، الحتت اللي هي دايما بيتم التحميل منها بتلاقي في تاكل، انخفاض في القطر، شروخ، المسمار نفسه ضاع، ما ينفعش يجيب مسمار تاني، ما ينفعش يقول لك حط مسمار وشغل، ما ينفعش، لازم المسمار الاصلي بتاعه. تمام. لو عندك شك في اللي انا بقوله كلم برضك المصنع، ما فيش مشكله خالص يعني. تمام. طيب بعد كده بنتكلم في نقطه توصيل الاقفال، لو اوصل قفل في قفل، طبعا نبقى عارفين ان لازم يكون نفس النوع، اوصل قفل في قفل. طبعا احنا عندنا هيبقى عندك 3 انواع من التوصيل، ماشي؟ 3 انواع من التوصيل، يا اما بادي تو بادي، وده الاصح. ليه الاصح؟ لان لو انا شايل من هنا يتحرك ما عنديش مشكله يتحرك هنا، ما عنديش مشكله خالص في الجزء ده، فبادي تو بادي ده مستحب. طيب بادي للبنز اهو، يعني هو مش هيخش كويس يعني، البادي للبنز نفسه لا، ساعتها هيبقى مستحب في حاله واحده بس، لو انت تقدر، استنى نحاول ندخله، ثانية واحدة هو دخلنا اهو. هنا يجوز بشرط انك تبقى دايما تضمن ان القوة في السنتر في النص، مرتكزة في النص، ما ينفعش يجي كده وكده، لان لو خبط كده وكده ممكن يؤدي لدمج هنا في السكرو هنا. تمام.
في الالوز يعني، او في الشولدر في الفتحات دي، لان يعني الفتحات اللي فتحت بزياده خلاص يبقى القفل ده مرفوض تمام، وبالتالي ممكن تحصل كارثه ان بتاع ده يقع منه واللود كله يقع الكلام ده كله. طيب مسمار كمسمار لا خالص بقى. ده ما ينفعش خالص. ليه بقى؟ دايما الحركه وهيأثر بطريقه سلبيه، وده يأثر في ده نقطه الالتقاء بتاعتك مش كامله، حوارات كتيره كده تمام. ادي النقطه اللي احنا كنا حابين نشرحها في الكلام ده كله، ونتمنى لو اي حد عنده سؤال في موضوع الاقفال والحاجات دي كلها انا في انتظار. شكرا.